السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حابين نزرع الافوكادو من البذرة في شهر مارس وشهر ابريل هما انسب موعد لزراعة الافوكادو من البذرة. كل اللي احنا هنعمل هو ان احنا ناخد بذرة 2-3 على حسب ما احنا حابين نزرع، ونجيب قصيص فيه فتحات تصريف، اي حجم قصيص هيناسب زراعة الافوكادو في البداية. بعد كده هزرع بذرة الافوكادو في التربة في منتصف القصيص، هزرع بذرة، هزرع 2، هزرع 3. مدام احنا في جو معتدل او مدام احنا في شهر مارس شهر ابريل، فالوضع سهل جدا جدا والموضوع اسهل مما تتخيل. ازرع بذرة الافوكادو واقفل عليها وارويها ريا غمر. حضرتك هتزرع في مارس وابريل، حضرتك مش محتاج انك تقفل بازازة او بكيس بلاستيك. بالنسبة لي انا بزرع في نهاية يناير وبزرع في فبراير عشان اقدم لحضرتك الفيديو، فبالتالي مضطر ان انا اقفل بازازة مي عشان الجو عندي برد. انا هقفل بازازة مي ولكن الازازة هتفضل مفتوحة عشان الجو عندي مش برد شديد. لو الجو برد شديد هغطي غطاء الازازة. هنا ما شاء الله النتيجة ممتازة، بدأت تنبت عندي البذرتين اللي انا زرعته ووضع الشتلة ممتاز، واصبح عندي اشتال افوكادو هبدأ اتعامل معاه بشكل طبيعي، احطها في حديقة المنزل، احطها في البلكونة، احطها في اشعة الشمس، ونشوف حضراتكم ان شاء الله باذن الله في فيديو قادم ازاي نعتني بشتلة الافوكادو. اتمنى من الله ان يكون قدمت لحضراتكم معلومة مفيدة، اتمنى ان الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاة العلم تبليغ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.